أهلا بكم، وصلنا إلى دقائقنا الستة من الأسواق، حيث أسأل ضيوفا ثلاثة أسئلة ستة يجيبون عليها في ست دقائق. أرحب بضيوفي وليد الحلو مدير قسم أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال، حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، ومحمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركتس. محمد، سأبدأ معك. مساوات قياسية على مؤشرات وول ستريت هذا الأسبوع، لماذا تتجاهل السوق كورونا بهذا الشكل؟ عامه هو سببين رئيسيين. اول حاجه الاقتصاد الامريكي في تباين مع ادائه بالنسبه للاقتصاديات الاخرى، تاثير قد يكون قليل على الاقتصاد الامريكي بخصوص كورونا. ثانيا الاهم من كده ان وقت لما نقارن حاجه بالتاريخ كان سارس هو اقرب وباء شفناه، وكان وقتها العوائد او الفوائد البنوك المركزيه يعني مرتفعه شويه، فكان ان تنتقل رؤوس الاموال الى هناك فكان بيحقق عائد مناسب. دلوقتي مفيش ملاذات ممكن رؤوس الاموال تنتقل ليها، وهذا ما انتقلت فهي موضوع مؤقت، وترجع الاسواق تلاقي اليلد العوائد يعني جاستيفايد او مبرره انها ترجع الاموال للاسواق الاسهم، وخاصه مع دعم البنوك المركزيه حيث اصبحت الاسواق الى حد ما مدمنه للسيوله اللي تضخ من قبل البنوك المركزيه. وليد، يعني يمكن القول انه في خلفيه الانتعاش هذه الطمانينه لدى المتعاملين بجهوزيه ادوات وخطط التحفيز الحكوميه؟ بالضبط، يمكن ده شفناه في اليوم الثاني من شهاده جيرم باول، واحده من اكثر الشهادات ارتياحا بالنسبه لاي محافظ بنك مركزي او اي محافظ فدرالي شفناه في العشر سنين الماضيه. اتكلم بصوره مباشره ان احنا هنستخدم ادوات التحفيز بصوره مكثفه في حاله الداون تيرن، في اشاره طبعا يعني مستفزه جدا للتوجه اللي موجود لدونالد ترامب اللي هو ضد هذا التحفيز، خصوصا ان هو وصف معدلات الفايده اللي موجوده دلوقتي بانها منخفضه والتغيير فيها لن يحدث فارق كبير. فالفكرة الرئيسية وهي دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها عن بالنسبة للناس اللي او بالنسبة للتحديثات اللي كانت بتقول ان 2020 ممكن يكون فيها ازمة مالية، الفكرة الرئيسية ان كل البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الامريكي عندهم القدرة على انهم عندهم القدرة وعندهم النية ايضا على زيادة البرامج التحفيز الخاصة بهم في حالة وجود اي تراجع اقتصادي قصير. وبنتكلم ايضا على ان هذا الراوند هيكون راوند مبني على نجاح حققوه في ما بعد 2008 ما بعد الأزمة المالية العالمية، فهتكون اكثر توجيها واكثر فعالية. حبيب، ماذا يمكن ان نقول عن زوج اليورو دولار وهذا التراجع اللي شهدناه لليورو مقابل الدولار الى ادنى مستوياته من 2017؟ صحيح زينة، اليورو تراجع إلى أدنى مستويات له بعامين ونص تقريبا، متأثرا بقوة الدولار كملاذ آمن من جهة، وبالبيانات الاقتصادية السيئة من مختلف دول الاتحاد من جهة أخرى. منذ بداية العام عم نشهد بيانات اقتصادية مخيبة للأمال، خاصة من الاقتصاد الألماني. بدأنا العام بتراجع بمعدلات النمو، الأسبوع الماضي شهدنا تراجع بالإندستريال برودكشن بيانات الإنتاج الصناعي، هذا الأسبوع تراجع ببيانات الإنتاج الصناعي، اجت بيانات سلبية أقل من التوقعات لكافة منطقة اليورو. كل هذه البيانات الاقتصادية وغيرها مخيبة للأمان تزامنا مع ضعف أو انعدام بمعدلات التضخم بمختلف دول الاتحاد، ودعم للبنك المركزي وكريستين لاغارد دعم للسياسة النقدية التوسعية والاقتصاد الأمريكي المتفوق على الاقتصاد الأوروبي. ليس من بعيد أن نرى اليورو عند المستوى 127 في الفترة القادمة. محمد، تراجع اليورو مقابل الفرنك السويسري لمستويات 2016 هل هو مقلق للأسواق؟ بالطبع ده بيسبب قلق الأسواق، لأن البنك المركزي السويسري بشكل عام صارم في موضوع الميزة التنافسية لعملته، خاصة لما بيلاقي تدفقات نقدية متجهة إلى فرنك سويسري مقابل يورو. وطبعا أقرب حدث نفتكره هو 2015 عندما لقى البنك المركزي السويسري عمليات شراء الفرنك مقابل اليورو في مستفيدا من الأرضية اللي كان حاططها عند 1.20، وعندما شالها شفنا ارتفاع يعني ضعف الفرنك السويسري يصل ل 30%،
العالمية وبعديها تضارب قوي في الأسواق. الفكرة كلها أن تحرك السوق دلوقتي هو منطقي، أن هما شايفين الضعف اللي شايفه في اليورو كما ذكر حبيب، ولكن المشكلة والخوف اللي بيجي للأسواق هو ماذا سوف يفعل البنك المركزي السويسري. المشكلة كمان أن هو من مميزاته أو ممكن نقول من أن هو بيتصرف دايما بشكل مفاجئ أو بعد الإيفنت هو بيبدأ يدي تصريحاته، فده اللي بيخلي تكلفة التأمين دلوقتي على التقلبات مرتفعة جدا في الأسواق، وده اللي يسبب قلق خلال الفترة الجاية. ولكن أساسيا احنا شايفين مكاسب للفرنك السويسري أمام اليورو في ظل المعطيات الحالية. حبيب، ما الذي يبقي الذهب في حركة عرضية منذ منتصف يناير؟ زينة، الأسواق عادة لا تتحرك بخط مستقيم، الأسعار لا تتحرك بخط مستقيم، وبالتالي بعد كل حركة اتجاهية قوية من الطبيعي أن تشهد الأسواق حركة عرضية. الذهب من بعد ارتفاعه الحاد إلى مستويات 1611 تراجع كمان بشكل حاد إلى مستوى 1535 ودخل بنطاق عرضي ما بين 1594 و 1545. عم يتشكل نمط مثلث، هذا النمط من المرجح أن يكون نمط استمرار يؤدي إلى استمرار الحركة الصعودية. سيتأكد هذا النمط مع ارتفاع الأسعار فوق مستوى 1595، وهذا الأمر سيفتح مجال بمزيد من الارتفاعات باتجاه 1625-1635. المنطقة المحورية تبقى عند مستوى 1535، وبالتالي نجاح الذهب بالتراجع دون مستوى الدعم عند 1535 سيمهد لحركة تصحيحية أعمق باتجاه مستوى 1490. لكن هذه المنطقة برأيي ستشكل هي منطقة جيدة لفتح مراكز شراء على المدى الطويل، لأنه الاتجاه العام يبقى اتجاه صعودي. أخيرا وليد، في هذه الأجواء تبقى الأسواق الناشئة لسيما على مستوى أدوات الدين مغرية على ما يبدو للمتعاملين. بالضبط، نقدر نتكلم على هذه الفرصة في الأسواق الناشئة على أنها مستويين. المستوى الأول هو الاستفادة من فروق الفايدة المرتفعة في الاستثمار في الدين، ده رقم واحد. ورقم اثنين الاستثمار المباشر عن طريق الأسهم وخاصة عن طريق الصناديق المهتمة بهذا الموضوع. التحركات الكبيرة والارتفاعات الكبيرة اللي حصلت في الأسواق الأمريكية يمكن سحبت السيولة من أسهم الشركات أو من أسهم الأسواق الناشئة والاستثمار فيها، وأصبح الاستثمار أحسن في أصل يعني يمكن درجته أحسن من الدرجة الاستثمارية اللي موجودة بالنسبة للأسواق الناشئة. وعلى الرغم من الإقبال اللي كان واضح أيضا على فروق الفوائد والاستثمار في الدين اللي احنا شفناه نجح في بعض الدول مثلا زي مصر، إلا أن مصر وتركيا والكثير من الدول الناشئة دلوقتي في اتجاه العودة، اتجاه تخفيض الفايدة، فده بصورة كبيرة هيأثر. نعم ما زالت الفروق كبيرة ومميزة، ولكن نقدر نقول ان هي حاليا هذا التراجع هيؤثر، خصوصا ان احنا بنتكلم على حاجة زي الاقتصاد او على تركيا على سبيل المثال بيدوروا على السنجل ديجيت ان هم يوصلوا مرة اخرى لحاجات لفوائد منخفضة، ساعتها هتكون جاذبية هذه الاصول منخفضة وليست فعالة زي ما شفنا العام الماضي. انتهت دقائقنا 6 من الاسواق. شكرا لضيوفي وليد الحلو مدير قسم ابحاث السوق والتدريب في امانة كابيتال، حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في تريدبيديا، ومحمد زيدان كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركتس. وفي كل حلقة سؤال لكم أنتم، سؤالنا اليوم هو